أولا لابد أن تعرف أن الهمزة في بداية الكلمة، الألف بعبارة أخرى، الألف في بداية الكلمة هي نوعان، إما أن تكون همزة قطع يعني ألف، إما أن يكون فوقها أو تحتها همزة، هذه إذن تسمى همزة قطع. وإما النوع الثاني أن تكون ألفا من دون همزة فوقها ومن دون همزة تحتها، إذن هذه همزة قطع وهذه همزة وصل. جميل، إذن هذا هو الفرق. اليوم نتحدث عن بعض مواضع همزة القطع. انظر معي جيدا، من المواضع لهمزة القطع في بداية كل كلمة أجنبية الأصل، على سبيل المثال كلمة مثل إنترنت، هل أكتبها بهمزة قطع هكذا؟ لعلك تتساءل هل نكتبها بهمزة قطع أم أننا نكتبها بهمزة وصل؟ الجواب أننا نكتب هذه الهمزة همزة قطع. لماذا؟ لأنها كلمة أجنبية الأصل. نأخذ مثالا آخر، كلمة مثل إكسسوارات، كيف ستكتبها؟ أيضا القاعدة مثلها هنا تنطبق، هي كلمة أجنبية الأصل، ترجمت من كلمة أجنبية، إذن الصواب أنها تكتب همزة قطع. أيضا عندنا مثال آخر، إيميل، همزة قطع للقاعدة نفسها، للقاعدة نفسها. عندنا كذلك كلمة مثل، أنا أحاول أن أبحث عن الكلمات الشهيرة، مثلا انترناشونال إلى آخره، لاحظ أيضا للقاعدة نفسها تكتب همزة قطع. نعم هذه كلمة شهيرة، إلكترونيات همزة قطع، لاحظ همزة قطع، لماذا؟ للقاعدة نفسها أنها كلمة أجنبية الأصل. وانتبه هنا معي إلى نقطة كذلك، أن إذا كانت الكلمة تبدأ بهمزة هي همزة قطع، حتى لو أنك أضفت لها الألف واللام، الإنترنت على سبيل المثال، لاحظ لا تتأثر الهمزة بدخول الألف واللام، ما دامت الهمزة همزة قطع إذن ستبقى همزة قطع، سواء دخل عليها الألف واللام أو لم تدخل الألف واللام. إذن هذا موضع من مواضع همزة القطع في بداية كل كلمة أجنبية الأصل. دعني أخذ أيضا، ننتقل إلى موضع آخر، من مواضع همزة القطع رقم 2 في بداية الأسماء الأعلام. إذن في بداية الأعلام، ما المقصود بالأعلام؟ أشهرها أسماء الناس.
انظر معي، لو أنك تسألني هذا السؤال، لنتخيل أنك تسألني هذا السؤال وتقول لي: اسمع يا رجل، عندي سؤال حول اسمي، هل اسمي همزة قطع أم همزة وصل؟ فسيكون جوابي لك: لا تذكر لي اسمك، فإن اسمك يبدأ بهمزة قطع. تقول: طيب أنت ما عرفت اسمي. أقول: ما يحتاج أني أعرف اسمك، مدام هو اسمك إذن يكون همزته همزة قطع. بعبارة أخرى، ما دام الاسم أو الكلمة هي اسم لإنسان، الأعلام ومن أشهرها أسماء الناس، إذن هو همزة قطع. إذا كان اسمك على سبيل المثال أحمد فهو همزة قطع لهذه القاعدة. اسمك أيمن، اسمك ابتسام، اسمك أبرار، للقاعدة نفسها أنها أسماء لأعلام. لاحظ معي، ربما ابتسام أو أي كلمة أخرى هنا لو لم تكن اسما لإنسان لاختلف الأمر واختلفت القاعدة. أقول ربما، الآن ما يهمني، أنا يهمني أنك تعرف بأن مدام الكلمة هي اسم لإنسان إذن هي همزة قطع. لو تسألني عن الكلمة نفسها وهي ليست اسما لإنسان إذن هنا عندي قواعد أخرى سأطبقها. واضح؟ إذن إذا كان الاسم اسم إنسان فإذن يكون همزة قطع، لكن أعيد وأكرر، يجب أن يكون اسم إنسان. يعني لا تأخذ الآن كلامي هذا وتقول إذن ابتسام في مثال مثل إن إن ابتسام الإنسان في وجه أخيه فضيلة. ابتسام هنا هل هي همزة وصل أم همزة قطع؟ لا، موضوعها آخر. هي ابتسام بالمناسبة في هذا الموضع همزة وصل. لاحظ، إذن لماذا هنا في الموضع الأول هي همزة قطع؟ لأنها اسم إنسان. أما الآن كونها ليست اسم إنسان هذا موضوع آخر، فلا نستطيع الآن أن نتحدث عن هذه القاعدة. جميل، لاحظ معي الآن، لو أخذنا الكلمة الأخرى مثل أبرار وجعلناها في سياق آخر، مثلاً أصدقائي أبرار يحبون الخير. لاحظ، تسألني تقول إذن أبرار هنا أبرار ليست اسم إنسان، هل هي همزة وصل أم همزة قطع؟ أقول نعم، هنا هي همزة قطع. إذن جاءت مثل أبرار عندما تكون اسما لامرأة. من جديد هذه لها قاعدة مختلفة. إذن أعيد وأكرر، إذا كانت الكلمة اسما لإنسان فإنها تكون همزة قطع. دعني أعطيك موضع آخر كذلك. إذن أخذنا موضعين، الموضع الثالث، انتبه هنا، إذا كانت مفتوحة انتبه معي جيدا، إذا كانت الهمزة
في بداية الكلمة، إذا كانت الألف في بداية الكلمة وكان عليها فتحة، فإنها تكون همزة قطع. إلا في حالتين سأذكرهما بعد قليل. إذن إذا كانت الهمزة مفتوحة فإنها تكون همزة قطع. على سبيل المثال، أكل أو أكل، أكل. مثال آخر، آمارة أو أمر، كذلك القاعدة واحدة. المهم أن هذه الهمزة تكون مفتوحة، إذا كانت مفتوحة فإذن هي همزة قطع. لكن انتبه معي جيدا واعرني سمعك وبصرك وعقلك، انتبه إلى أنني قد قلت بأن الشرط الأساسي أن تكون همزة مفتوحة، يعني لابد أن تكون على يقين بأنها همزة مفتوحة. كلمة مثل استماع، لا هي لا تندرج هنا ضمن هذه القاعدة. لماذا؟ لأن استماع الهمزة ليست مفتوحة. كلمة أخرى مثل استأذن، هذه الهمزة ليست مفتوحة. إذن لابد أن تتأكد أن الهمزة مفتوحة، وهذه أفضل طريقة هنا للتأكد منها أنك تكون أنت على ثقة بلسانك، يعني يكون لسانك بالفعل نطق الكلمة نطقا سليما صحيحا. إذن من جديد، الموضوع الثالث هو أن تكون الهمزة همزة قطعا إذا كانت مفتوحة يقينا، إلا في حالتين اثنتين. تكون الهمزة في هاتين الحالتين مفتوحة، إلا أنها تكون همزة وصل لا همزة قطع. الحالة الأولى في ألف لام التعريف، على سبيل المثال بيت، لو أضفنا لها ألف لام فإنها تكون البيت. لاحظ هذه همزة في بداية الكلمة مفتوحة، لاحظ همزة في بداية الكلمة مفتوحة، لكنها مع ذلك هي همزة وصل. لماذا؟ لأنها استثناء من الاستثناءين. الحالة الأخرى، لفظ الجلالة الله، يبدأ بألف، إلا أن هذه الألف هي ألف وصل لا ألف قطع، همزة وصل لا همزة قطع. إذن هاتان الحالتان ضعهما في عين الاعتبار.